أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم عبر شاشاتنا نتابع فيها تطورات الأحداث في قطاع غزة وجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. قالت مصادر طبية إن 20 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21,000 شهيد ونحو 55,000 مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل جنوب قطاع غزة. ففي مدينة رفح جنوبا استشهد ما لا يقل عن 20 مواطنا وجرح العشرات إثر قصف للاحتلال استهدف أحد المنازل، فيما دمرت الطائرات مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي خان يونس استشهد ما لا يقل عن 17 مواطنا بينهم 5 أطفال، وأصيب نحو 15 آخرين في قصف للاحتلال على منزل قرب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ومع تصاعد خطورة الأوضاع في قطاع غزة يستمر الاستخفاف الإسرائيلي، كما يستمر التعنت والرفض في إيقاف جرائم القتل المتعمدة بحق آلاف الفلسطينيين الذين لا يجدون ملجأ ولا مهربا من بطش قوات الاحتلال. متابع. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يستخف بكل التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في قطاع غزة، رافضا إيقاف آلة القتل وسياسة التجويع والتهجير التي ينتهجها ضد المدنيين العزل. آلاف العائلات الفلسطينية تواصل الفرار من وطأة الهجوم البري الإسرائيلي الموسع والمكثف على الملاجئ القليلة المتبقية والمكتظة في وسط قطاع غزة المنكوب، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات مكثفة عبر وسط وجنوب القطاع، ويتدفق سيل من سكان القطاع سيرا على الأقدام أو على عربات تجرها الدواب محملة بالممتلكات نحو دير البلح، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها عادة حوالي 75,000 نسمة، قبل أن يغمرها مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا من شمال غزة حيث تحولت المنطقة إلى أنقاض. ونظرا لأن ملاجئ الأمم المتحدة كانت مكتظة بالفعل فوق طاقتها عدة مرات، فقد نصب الوافدون الجدد خيما على الأرصفة ليعيشون فيها ليالي الشتاء الباردة. كما أدت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة إلى تدفق معظم السكان إلى رفح على الطرف الجنوبي للقطاع، فضلا عن منطقة ريفية صغيرة على الساحل الجنوبي، بينما لا تزال هذه المناطق تتعرض للضربات الإسرائيلية التي تسحق بانتظام منازل مليئة بالناس. هذه الأوضاع دفعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى التحذير من أن إسرائيل تتسبب في تهجير قسري مستمر لأكثر من 150,000 شخص من غزة جراء أمر إخلاء من وسط قطاع غزة. وذكرت الوكالة الأممية أن هؤلاء الأشخاص بينهم أطفال صغار ونساء يحملن أطفال
وأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن وليس لديهم أي مكان يذهبون إليه. وفر نحو 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وسط تحذيرات دولية من أن ربع سكان غزة يعانون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، قالت إن إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة أولا. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان، أشارت أن قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن المطلوب من المجتمع الدولي هو إظهار الجرأة في التعامل مع إسرائيل ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا. أكدت الخارجية الفلسطينية أن الصمت الدولي تجله المجازر الإسرائيلية في غزة ويعطيها الوقت لتحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أكدت أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده جيش الاحتلال لها. وقال توماس وايت مدير شؤون أونروا بغزة، قائد القافلة الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار، مشددا على أنه ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا. وذكرت الأونروا في وقت سابق أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة، مضيفا أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء بحثا عن الغذاء والماء، موضحة أن 150,000 فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة وهم ليس لديهم مكان يذهبون إليه. أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، أعرب عن إحباطه إزاء كيفية إعاقة وصول المساعدات من دخول قطاع غزة، مشيرا إلى أن إيصال المساعدات أصبح مستحيلا. قال جريفيث إن هناك عدة عوامل تعوق إيصال المساعدات إلى غزة، ومنها القصف المتواصل واستهداف قوافل المساعدات بالنيران ومراحل تفتيش الاحتلال للمساعدات، وكذلك منع لائحة طويلة من المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة للوضع الميداني في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جهاد الحرزين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا ومرحبا بك دكتور جهاد، نتابع بالتأكيد آخر التصريحات المتعلقة بالإعاقات المستمرة لدخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن دخول المساعدات هو أمر مستحيل في ظل النظام الحالي، طبعا بحسب الأمم المتحدة، رغم القرار الذي أصدره مجلس الأمن بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. كيف ترى ما يحدث الآن بعد إصدار هذا القرار من إعاقة مستمرة واستهداف بالنيران للمساعدات التي تدخل إلى داخل القطاع؟ يعني أعتقد بأن ما يجري على الأرض الفلسطينية هو أمر يدعو للاستغراب من قبل العالم بأسره أمام التحديات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بأننا نعلم جيدا بأن كل الإجراءات التي تقوم بها هي عبارة عن جرائم تمارس بحق الشعب الفلسطيني، سواء الجرائم المتعلقة بعملية التجويع وعملية الحصار وكذلك عمليات القتل والاستهداف، حيث هناك جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تمارس بشكل يومي. ولكن أمام ما تفضلت به حول قضية إدخال المساعدات، نحن نعلم جيدا بأن هناك مخططا أو رؤية قدمت من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، تتمثل هذه الرؤية بضرورة الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بعدم إدخال المساعدات أو تقنين إدخال المساعدات سواء الغذائية أو الطبية، للمزيد من الضغط على المواطنين تحت مخطط التهجير الطوعي أو التهجير القسري أو
عملية حرب الإبادة اعتقادا منهم بأن ذلك سيدفع المواطنين للدخول أو الانتقال إلى مناطق أخرى، علما بأن لا مناطق آمنة في قطاع غزة. ولكن بعدما صدر قرار مجلس الأمن الذي يتعلق بإيجاد آلية وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين شخصية، وتم الاتفاق على الوزيرة الهولندية بأن تقوم هي كمفوض إنساني للإشراف على عملية إدخال المساعدات وعلى الإغاثة وعملية إعادة الإعمار، إلا أن بأن دولة الاحتلال وجدنا بأنها هي من تعيق عملية إدخال المساعدات من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم باستخدامها تحت ذرائع وهي لا أساس لها من الصحة. والسؤال الحقيقة والسؤال الذي يجب على العالم أن يعلمه أو يدركه، هل الدول التي أرسلت مساعدات أو قدمت مساعدات قد أرسلت أسلحة أو قد أرسلت مواد هي مواد متفجرة؟ هذا الأمر الذي هي الاحتلال يتخذ من ذلك ذريعة بعملية التفتيش الأمني أو عملية إيجاد قائمة بعدم إدخال مجموعة من السلع تحت بند الاستخدام المزدوج. ماذا؟ هل المواد الغذائية هي استخدام مزدوج؟ هل المواد الطبية هي استخدام مزدوج؟ هو دكتور جهاد أيضا الأمر يتجاوز فكرة التعنت في إدخال أنواع معينة من المساعدات أو تأخير دخول المساعدات، ولكن الأمر وصل إلى استهداف هذه القوافل بالنيران. ويعني كنا نتابع في الخبر السابق كان يتحدث مارتن جريفيث منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة عن إحباطه الشديد من استهداف قوافل المساعدات بالنيران. يعني هذا الجزء آخر، وهذا في سياق آخر من العملية التي هي تأتي باستهداف حالة أو بفرض المزيد من حالة الحصار والتجويع. وشاهدنا عبر الفيديوهات كيفية يتم حرق شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر الذي يجب أن يدعو العالم للوقوف بشكل حقيقي أمام هذه التحديات، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بقيت 10 أيام تفاوض من أجل إقرار قرار مجلس الأمن وتخفيضه إلى أدنى مستويات اللغة أو الصياغة التي كتبت به حتى يتم عدم استخدام حق النقد الفيتو. لذلك أعتقد بأن الاحتلال هو يتعنت في عملية إدخال المساعدات، هو لا يريد إدخال المساعدات، ولذلك نجد بأن عمليات التفتيش، علما عمليات التفتيش التي يقوم بها الاحتلال هي عمليات روتينية، علما بأن كان باليوم الواحد يدخل إلى قطاع غزة من 500 إلى 600 شاحنة بشكل يومي، ويتم تفتيشها وفق الأجهزة المتواجدة في معبر كرم أبو سلمة. ومعبر لوحده كان يدخل من 500 إلى 600 شاحنة، اليوم لماذا يتم فقط إدخال 50 أو إلى 60 شاحنة فقط تحت الحجج أو الذرائع الأمنية؟ هذا الأمر الذي يجب أن يتفهمه المجتمع الدولي، أن تتفهمه الدول المتواجدة في مجلس الأمن، بأن إسرائيل لا ترغب بإدخال هذه المساعدات أو تعيق عملية إدخال المساعدات، وهي تريد تعميق الكارثة. من الواضح أن الأمم المتحدة الآن تدرك هذه الصورة من التعنت الإسرائيلي في دخول المساعدات، وهذا واضح من تصريحات مسؤولين في الأمم المتحدة. ولكن ما هي الخيارات الآن أمام الأمم المتحدة لتتخذها من إجراءات بعد هذه الصورة الواضحة للعالم كله بالتعنت الإسرائيلي واستهداف قوافل المساعدات؟ يعني أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك عملية قفز عن الشرط الإسرائيلي أو عملية الاشتراط الإسرائيلي بتفتيش هذه المساعدات وإدخال المساعدات بشكل متدفق وبشكل كامل من كافة الدول، وأن تكون الأمم المتحدة هي المشرفة بإشراف كامل مع الوكالات الدولية والأممية سواء وكالة الأونروا وغيرها من الدول، بعيدا عن قضية التأخير أو بعيدا عن قضية الاستلاب الأمني الإسرائيلي الذي هو فقط يهدف لعملية عدم إدخال مساعدات أو إعاقة إدخال المساعدات وتعميق الكارثة الإنسانية. هذا يجب أن يتم العمل عليه فورا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وأن يتخذ قرارا بعيدا عن فكرة الضغط الحقيقة التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن. لماذا كان في العدوانات السابقة وفي الحروب السابقة يتم إدخال المساعدات بشكل مباشر بعيدا عن الهيمنة الإسرائيلية وبعيدا عن الضغط الإسرائيلي الذي كان يستهدف كل شيء، لكن في هذه المرة
في وفقا لمخطط حرب الإبادة الذي يشن على الشعب الفلسطيني والذي تمارس دولة الاحتلال، هي لا تريد إدخال هذه المساعدات بشكل كامل إلى الشعب الفلسطيني، وإنما هي تريد المزيد من عمليات التجويع، المزيد من عمليات الحصار، المزيد من عمليات القتل. فمن لم يقتل بصواريخ الطائرات سيقتل أو سيموت جوعا أو سيموت بردا أو عطشا أو سيموت نتيجة الأوبئة والأمراض التي تكاد أن تنتشر بشكل كبير ويشكل كارثة صحية لعدم توفر كافة أنواع العلاجات الطبية لعملية الازدحام الكامل. ونحن نتحدث عن أكثر من 1,100,000 مواطن الآن متواجدون في منطقة لا تتسع ل200,000 مواطن في ظروف إنسانية لا تليق حتى بالحياة الغير الآدمية. هذا وفي وداع يعني دكتور جهاد. نعم، وفي وداع 2023 جوتيريش يقول إنه العام الذي شهد أكثر الحروب ضراوة، وهذا واضح من كل الأخبار التي نتابعها عن القصف المستمر في كل مناطق القطاع في الشمال والوسط هو العام الأكثر دموية. العام الأكثر دموية عام 2023، لأننا نتحدث عن أكثر من 21,000 شهيد، أضف إلى ذلك أكثر من 10,000 مفقود تحت الأنقاض، أضف إلى ذلك أكثر من 60,000 ممن هم بإصابات بالغة، وأكثر من تدمير حياة كاملة بقطاع غزة، تدمير كافة مقومات الحياة. إذن نحن أمام عام أكثر دموية حتى في تاريخ الصراع التي عايشها العالم مع في العصر الحديث، لم يكن بحجم هذه الدموية التي يعيشها الآن الشعب الفلسطيني والتي تمارسها دولة الاحتلال، وخاصة في ظل حالة التطور ما يتعلق بحقوق الإنسان، ما يتعلق بالديمقراطية، ما يتعلق بكافة الأمور المتعلقة بالحريات التي ينادي بها العالم. ولكن الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويبات بشكل كامل أمام أعين الجميع وأمام أعين المجتمع الدولي دون أن يلزم هذه الدولة أو دون أن يحاسب هذه الدولة المجرمة والقاتلة. فلذلك هذا العام هو الأكثر دموية على صعيد العالم وليس فقط على صعيد المنطقة، لأن حجم الدماء التي سالت والتي روت الأرض هي فاقت بكثير أي حرب أو أي صراع كان خلال فترة زمنية حددت كهذه الفترة التي نعيشها أو كما كانت في هذا العصر الحديث. نعم، ومع القصف الذي يشتد خاصة في الأيام الأخيرة في كل مناطق القطاع كما ذكرنا في الشمال والوسط والجنوب، أعداد الشهداء لا تنتهي وغالبيتهم أيضا من النساء والأطفال. هل إسرائيل قادمة بالفعل رغم التحذيرات الكثيرة من كل دول العالم فيما يخص الإبادة الجماعية، فيما يخص التهجير القسري، هل إسرائيل ماضية في هذا المخطط؟ ونستدل على ذلك من العمليات المستمرة للقصف في كل مناطق القطاع؟ يعني إسرائيل لازالت تواصل مخططها التدميري، مخطط الإبادة والإجرام الذي يرتكب بحق الشعب الفلسطيني بكافة المستويات، ليس فقط بعمليات القتل بل بعمليات الحصار، بعمليات الإغلاق، بعمليات التجويع، بعملية إعادة الحياة إلى العصور البدائية. هذا ما تريده إسرائيل. ولذلك أعتقد بأن رغم كل المناشدات ورغم كل التوجهات ورغم كل ما يطرح لأجل وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل لازالت تتبجح من خلال غطرسة قادتها سواء نتنياهو أو قالت في أكثر من حديث بأن الحرب مستمرة وبأنهم يريدون استمرار العملية العسكرية أو تحقيق أهداف العملية العسكرية. تلك العملية الكاذبة التي هي ليست لها أهداف، لأن أي عملية عسكرية لها أهداف، ولكن تذرع نتنياهو بمجموعة من الأهداف التي لا يمكن تحقيقها وهي أهداف متناقضة، معتقدا بأنه سيقضي على المقاومة وسيحرر الرهائن في هدفين متناقضين. ولكن بنك الأهداف الإسرائيلي الذي لمسناه بشكل حقيقي، هذا البنك يتمثل بالأطفال، بالنساء، بالشيوخ، بعملية التدمير باستخدام الأسلحة المحرمة دولية، باستخدام القذائف التي تزن 2000 كيلو 2 طن، واستهداف المباني السكنية، لأن جل من استشهدهم من الأطفال والنساء والشيوخ، أي بمعنى أن هناك حرب إبادة مقصودة ومتعمدة، وليس كما يدعي نتنياهو بأنه يريد القضاء على المقاومة أو تحرير الرهائن، حيث لم يستطع بعد 85 يوم من الحرب لم يستطع أن يحرر رهينة واحدة، بل
كان هناك عبر أيام الهدنة استطاعت مجموعة من الأسرى المتواجدين لدى المقاومة، ولكن هو مستمر بعمليات العسكرية للتدمير أو للمزيد من إيقاع الشهداء والمزيد من التغول. نعم دكتور جهاد. نعم أنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. ومشاهدينا أيضا بخصوص الوضع الصحي وفي ظل نقص الإمكانيات، تعكف المنظمات الدولية على الوصول إلى ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة في محاولة لتقديم أي صورة من صور الدعم الإنساني. وفي هذا السياق قام فريق دولي من الجراحين بزيارة لمستشفى بخان يونس لمساعدة الطاقم الطبي الذي يعمل بأكبر من إمكانياته وقدراته. في ظل تفاقم أزمة القطاع الصحي داخل قطاع غزة، جراء خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة بسبب استهدافها المباشر بالغارات الإسرائيلية أو لنفاد الوقود والكهرباء منها بسبب توصل الحصار الإسرائيلي لأكثر من 80 يوما. تعكف المنظمات غير الحكومية حول العالم للوصول إلى ما تبقى من مستشفيات القطاع في محاولة لتقديم أي صورة من صور الدعم الإنساني. فريق دولي من الجراحين قام بجولة في مستشفى مكتظ في خان يونس بجنوب قطاع غزة لمساعدة الطاقم الطبي الذي يعمل بأكبر من إمكانياته وقدراته، وذلك من أجل تقديم يد المساعدة في إجراء عمليات جراحية معقدة. هذه هي البعثة الطبية الأولى التي تصل إلى قطاع غزة. حاولنا مرات عدة أن نصل إلى قطاع غزة من الأسبوع الثاني من العدوان، ولكن لم نستطع. وأطباء من جميع دول العالم على استعداد للقدوم إلى قطاع غزة والمساعدة في كل الحالات وخصوصا الحالات الجراحية. متنفسا صغيرا ملأ قلوب الطاقم الطبي الفلسطيني فور وصول بعض المساعدة الدولية في محاولة للسيطرة على تماسك المنظومة الصحية التي تكاد تكون منهارة في غزة. هذا الوفد مكون من 6 جراحين في تخصصات مختلفة وتخصصات هامة، سيكون له الفضل الكبير بإذنه تعالى في دعم طواقمنا المحلية وفي تقديم خدمات صحية أكثر تطور وأكثر جودة لآلاف الجرحى المتواجدين على الأسرة في مستشفيات قطاع غزة. هذا الوفد أيضا أحضر عدد لا بأس به من المعدات الطبية ومن المستلزمات الطبية التي هي ضرورية جدا للاستمرار في تقديم الخدمات الجراحية اللازمة للجرحى المتواجدين في المستشفى. الآمال الصغيرة المعلقة على وصول أي شكل من أشكال المساعدة تأتي في ظل وجود 20% فقط من المستشفيات التي ما زالت تعمل في قطاع غزة، وجميعها مثقلة بالأعباء جراء نفاد المواد الطبية في ظل ارتفاع عدد الإصابات بشكل لا هوادة فيه جراء القصف الإسرائيلي العشوائي المتواصل على كافة أنحاء قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس، وفي محيط المخيم نشرت قناستها فوق أسطح العديد من البنايات على مداخله، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بينهم طفل من مخيم عين السلطان شمال غرب مدينة أريحة ومن بلدة قفين شمال طولكرم. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة أوضاعا إنسانية سيئة، حيث استنكر تقرير للأمم المتحدة التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والتي تحتلها إسرائيل، وحث سلطات الاحتلال على إنهاء العنف ضد الفلسطينيين هناك. يوم بعد يوم تتدهور الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة لتلحق بقطاع غزة الذي يرزح تحت براثن نيران الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 2 شهرين،
حيث استنكر تقرير للأمم المتحدة التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وحث سلطات الاحتلال على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك. إن استخدام التكتيكات والأسلحة العسكرية في سياقات إنفاذ القانون واستخدام القوى غير الضرورية أو غير المتناسبة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أمر مثير للقلق للغاية. وجاء في التقرير الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن مئات الفلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، معظمهم أثناء عمليات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أو خلال مواجهات معها. ودعت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية. أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين. وشهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستوى من الاضطرابات منذ عقود خلال 18 شهرا سبقت هجوم 7 أكتوبر، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع شن إسرائيل حربا برية لغزة. يتزامن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة مع اشتداد البرد لتزداد الأوضاع الإنسانية تعقيدا، بينما يسارع النازحون للفرار بأرواحهم من أماكن القصف التي تتكثف في المنطقة الوسطى يوما بعد آخر. داخل رقعة صغيرة من الأرض الرملية تتجمع عشرة الأسر الفلسطينية النازحة داخل خيام بالية مدعومة بأخشاب، وهي لا تحمي من قصف أو ترحم من برد ولا تستر فردا. في غزة حيث تتجمع تحت زخات المطر والرياح القارصة عشرات الأعين الصغيرة والبطون الجائعة حول طنجرة صغيرة من الطعام يتم تحضيرها بالوسائل البدائية. قعدنا نعاني، قعدنا ليلة كاملة تحت البرد والشتاء، معنا زي ما انت شايف ست كبيرة، معنا أطفال، من وين نجيب حرامات، من وين نجيب فرشات، نعاني نلف عشان نجيب الإشي اللي بدنا إياه، لحتى الآن معاناة. ترحال مستمر، معاناة إنسانية تتفاقم يوما تلو الآخر يواجهها سكان قطاع غزة الذين يعيشون في نزوح متواصل منذ أكثر من 80 يوما هربا من القصف العشوائي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينام العشرة تحت أسقف القماش البالي على رمال رطبة وصخور حادة يؤزرون أنفسهم في محاولة لنيل دقائق معدودة من الراحة. ما زي ما انت شايف يعني كيف بدنا ننام، هاينا تحت العرش اللي احنا عاملينها هذه. وكم نفر احنا؟ 15 نفر في خيمة، وين بدنا ننام؟ انت شايف يعني ما بدها الشرح ولا بدها تفصيل. معاناة سكان قطاع غزة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يعيش هؤلاء النازحين أحلك لحظات حياتهم في ظل تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي، وأرواحهم تحمل ثقل الأيام الماضية. أولادي اللي دفنتهم، إيش دفنت؟ دفنت عندي طفل عندي 16 سنة، اثنين عندي 18 سنة، عندي إشي مبكبي يعني بتصوروش العقل. أنا أدفن أولادي الساعة 6 الصبح سخنين، أولاد سخنين الساعة، كل أولاد أخوي ابن أخوي عمره سنتين، أنا اللي دفنته، أنا دفنت مرتي، دفنت عمري ما فكرت في حياتي يوم إن أنا أدفن أولادي، إنه أنا أولادي اللي دفنوني، أنا أدفن أولادي في آخر عمري. ما كنتش أتصورها يعني بشكل غير طبيعي، خلونا نتشتت هيك. لا كلمات تصف شعور سكان قطاع غزة وما تحمله نفوسهم من معاناة غير مسبوقة في ظل صمت دولي واسع النطاق على وحشية احتلال لم يعرف للرحمة أو للشفقة سبيل.
وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا. يعني عندما نتابع التصريحات التي تخرج من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال يوم الثلاثاء أن الحرب في القطاع ستستمر عدة أشهر، أيضا نستمع إلى أخبار عن أن نتنياهو يقرر عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب على غزة خلال اجتماع لمجلس الحرب، هل هذه التصريحات تعبر عن ردود واضحة حيال أي مسارات للتهدئة دكتور أيمن؟ بداية تحياتي لكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. يعني اليوم نتحدث عن عملية استمرار الاحتلال في القتل بدم بارد والقهر لشعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة اليوم، ونحن نتابع ما يحدث داخل نظام السياسي داخل دولة الاحتلال. بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس الكابينت الحرب يؤجل نتيجة طبعا خلافات داخلية، ليس فقط إلى اليوم التالي للحرب، هو الحديث عن المرحلة الثالثة للحرب. والمرحلة الثالثة للحرب هناك وجهة نظر أمريكية بتخفيف الهجوم الشرس على المدنيين في المدن والعودة لعادة التموضع بعد أن تورطت الولايات المتحدة الأمريكية في مقتل 22 ألف فلسطيني بدم بارد جلهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 65 طفل بدعم أمريكا وبسلاح أمريكا. الآن يشعروا بالخجل بوصمة عار على جبينهم نتيجة دعمهم لهذا الاحتلال، يريدوا أن يخففوا من حدة هذا القتل لأنهم يستعدوا لانتخاباتهم تالي يضغطوا على الاحتلال. بالأول أمس وخلال يومين كان هناك وزير التخطيط الاستراتيجي المقرب لنتنياهو ديمار في واشنطن للمناقشة في المرحلة التالية للحرب وليس اليوم التالي لغزة. وهذه المرحلة التالية التي تم عرضها الأمريكان على الإسرائيليين هو وقف الحرب في أول يناير وإعادة التموضع في غزة من خلال إنشاء مناطق عازلة يتم من خلالها تنفيذ عمليات نوعية في قطاع غزة من اغتيالات واعتقالات. وهناك حديث عن أربع مناطق عازلة في قطاع غزة، محور فيلادلفيا واحد وسيطرة معبر رفح، خان يونس تفصل عن الوسطى في حاجز محفوظة، ونتسريم تحجز غزة عن الوسطى، وأيضا في منطقة السودانية أو لتوام يكون هناك في الشمال الغربي لغزة حاجز آخر أو منطقة عازلة أخرى. هذا ما يخطط له الاحتلال وهذا اللي تم الاتفاق عليه مع الأمريكان. ولكن نتنياهو له وجهة نظر أخرى أن تستمر الحرب بنفس ذروتها حتى نهاية يناير. هذا الذي أحدث خلاف داخل الكابينت وبناء عليه تم نقل كل هذه الجلسة إلى اجتماع لكابينت الحكومة وليس كابينت الحرب. يعني سيتم هناك مشاركة 11 عضو طبعا لمناقشة المرحلة القادمة وليس طبعا يعني ما بعد الحرب على غزة، لأن حتى اللحظة لم يتم تحديد سقف الحرب ومتى الحرب ينتهي وما أهدافه. وللأسف هذا الذي تناقله في الإعلام بشكل عام أن الحكومة أجلت في نقاشها لما بعد الحرب، لا هي ناقشت تأجلت فيما في المرحلة التالية للحرب وهي عملية إعادة التموضع في غزة وبين استمرار الحرب وتيرتها الحالية، وهذا ما تم بناء عليه تأجيل الجلسة. وهذا بصراحة ما يغضب الأمريكان، لأنه بالأمس كان هناك اتصال بين أوستن وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت، وكان أيضا في نفس السياق بضرورة أن تخف حدة قتل المدنيين في غزة لأن هذا سيمثل حتى الآن حرجا كبيرا طبعا للولايات المتحدة الأمريكية التي مولت بشعب دم بارد كل هذه الحرب شعبنا الفلسطيني. نعم، وهل هذه المرة الولايات المتحدة ستكون جادة في الضغط على إسرائيل؟ يعني منذ أسابيع ونحن نستمع إلى تصريحات تخرج من البيت الأبيض والبنتاغون بخصوص المدنيين وضرورة مراعاة المدنيين في القصف على القطاع، ولكن نحن نرى ضراوة في الحرب على المدنيين أنفسهم. كنا نتابع قبل قليل استهداف المساعدات التي تدخل حتى إلى داخل القطاع. هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعني نية للضغط بشكل أكبر على إسرائيل هذه المرة، أم أن الوضع سيستمر كما هو؟ يعني أنا أعتقد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على الاحتلال لتغيير كل أجندة التعامل بالسلوك بشكل عام. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لذلك؟ أعتقد هذه المرة جاهزة لأنها هي تستعد بعد 11 شهرا من الانتخابات وأصبحت صورتها مشوهة بشكل كبير جدا وتشعر بحرج كبير جدا في استمرار عملية القتل، لأن يوميا عندما يقتل مدنيين هذا يمثل حرج كبير جدا للبيت الأبيض بعد أن بدأ رغم كل التعمية التحرك داخل الشارع الأمريكي وكل استطلاعات رأي تعطي تراجع كبير جدا لبايدن نتيجة دعمه اللامطلق عفوا اللامحدود إلى
نظام الاحتلال، وبالتالي اعتقد الامريكان هذه المره جادين، وقد نشهد رغم كل هذه الخلافات الموافق على الدخول في المرحله التاليه من الحرب، وهي مرحله طبعا اعاده التموضع. هذا لا يعني اننا نشهد قده قريبه في بشكل عام، وهناك مبادره مصريه كما تابعناها امس والامس جاده في هذا الامر، نتمنى ان يلتقطها اولا الطرف الفلسطيني ويوافق عليها حتى نستطيع ان نحرج الولايات المتحده الامريكيه والاحتلال الاسرائيلي، ونحدث او نوقف عمليه التلكك واستمرار الحرب بقتل ابناء شعبنا الفلسطيني الابرياء. ايضا اذا تابعنا الامور ميدانيا، تم الاعلان عن 49 جنديا اسرائيليا اصيبوا منذ الاربعاء، وسبع منهم في حاله خطره، وأيضا يمكن أن نربط ذلك بالأخبار التي صدرت عن أن إسرائيل تحاكم أول رافض للخدمة العسكرية منذ بدء الحرب على غزة. يعني ما دلالة هذه الأخبار فيما يخص رافضي التجنيد، وأيضا يعني استمرار النزيف الإسرائيلي في العملية البرية داخل القطاع؟ يعني أولا فكرة رافضي التجنيد هم كثر، ويمكن محاكمة أول واحد هذا يعني وللضغط على الآخرين حتى لا يرفضوا الخدمة، والعدد يزيد بشكل كبير جدا. صحيح أنهم تم استدعاء 4350 ألف احتياط، ولكن هذا الرقم لا يعمل، تم تسريح جزء منه بشكل كبير جدا. لكن كلما طال أمد الحرب كلما أصبحوا بحاجة لاستدعاء احتياط آخر، لأن لا جندي يستطيع أن يستمر في غزة أكثر من أسبوعين، كل فترة يتم تغيير هذه الجنود إما بين احتياط وبين جيش نظام. خلال المعارك اللي استمرت 84 يوم وجزء منها طبعا بري لا يتجاوز 63 يوم، ولكن هناك ضرب إلى وحدات أساسية مثل قفعاتي ضربت، جولاني ضربت، نحل ضربت طبعا، وجزء منها خرج من طبعا أخرج بعض السرايا أو الوحدات سحبها ثم عاد تنظيمها وعادها لغزة مرة واحدة. سبع ألوية تعمل في غزة، وهذه ألوية لم تشارك في حروب سابقة بشكل كامل، بالتالي هذا الذي يرهقهم، لأن رغم كل ما يمتلكوه من قوة لا زال هناك طبعا عجز على تنفيذ أهدافهم. اليوم نتحدث 84 يوم لم يحققوا ولا هدف مما رفعوه في اليوم الأول. هناك طبعا رغم الرقابة التي تمنع العسكرية تمنع نشر الأخبار، فالإصابات بالألاف لديهم، وجزء منهم أصبح مرضى نفسيين، ورأينا حادث الجندي الذي قام صحيا استيقظ علينا ليطلق الرصاص على رفاقه، وأيضا الجندي الذي استدعى في الكنيسة وقال لهم أنه يبول على ذاته وأنه لا يستطيع أن ينام نتيجة الخوف في غزة إلا بعد أن يرتشف زجاجة من الخمر، وبالتالي هذا له دلالات كبيرة جدا وتجعل كلما تم يعني دكتور أيمن ذكرت لواء جولاني عندما تم سحب هذا اللواء الذي يعني يتم تسميته من ضمن ألوية النخبة في جيش الاحتلال، الجنود كانوا يحتفلون بخروجهم من القطاع، هذا أيضا لديه صدى كبير في من سيتم تجنيدهم بعد ذلك. بالتأكيد هذا يلقي ظلاله بشكل كبير جدا، لكن هو الاحتياطي تم استدعاءه كما شرنا 350 جزء منه بالانتظار بمنطقة رخوبة بحدود تل أبيب في معسكرات خاصة بهم، يتم تبديل هذه الشفتات. ولكن عندما خرجت هذه الوحدة من غزة تحتفل أنها كانت تخرج من جحيم غزة كما أطلقت عليه، وبالتأكيد هذه الحرب في غزة لن تكون نزهة، ولم تكن نزهة، لأن المقاتل في غزة الذي لا أحيانا يكون حافل قدمين يقاتل بعقيدة، في حين أنه جندي مسلح بأحدث الأسلحة وأحدث أجهزة الاتصال ويخاف من هذا الجندي الفلسطيني عندما يقترب منه، كما أطلق عليه مصطلح جديد مصطلح الاشتباك من نقطة صفر. وأنا أعتقد أن رغم كل الإمكانيات البسيطة رغم كل القهر الذي يعاني منه الفلسطينيين فإنهم مقاتلون شرسين يواجهوا الاحتلال بشكل كبير جدا، لديهم عقيدة يقاتلوا به، وهذا جزء بصراحة من نموذج الجندي العربي بشكل كامل الذي ينتمي لوطنه ودينه، وبالتالي يكون لديه مقدرة على إعلام الاحتلال الذي جاء غاصبا لأرضه طارقا لممتلكاته. ودكتور أيمن من متابعتك للداخل الإسرائيلي، ما هو الصدى كل ما تحدثنا به على الداخل الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي الآن؟ بالتأكيد هناك متغير، صحيح أن الشارع الإسرائيلي لم يتحرك بشكل كبير جدا إلى الآن، ولكن التأثير بدأ بشكل جزئي. أخي الكريم يعني لا أخفى عليك أن بمتابعتنا معرفتي جيدا بهذا الشارع الإسرائيلي، جزء من هذا الشارع دون مستوى التفكير أصلا، أو يعني لا أريد أن أصفه بمستوى أكثر من ذلك، عندما ينتخب نتنياهو الذي متهم بأربع ملفات فساد، كيف تقيم هذا الشارع الذي جاء بنتنياهو وهو متهم بملفات فساد ويسرق ممتلكاته ويأير نتنياهو يتصرف في وكأنه ابن ملك وليس ابن رئيس حكومة تتعامل أنها دولة ديمقراطية، وبالتالي
الشارع الإسرائيلي حتى الآن لم يتأثر بشكل كبير جدا ليتحرك، لأن حكومة سموريتش نتنياهو تمول هؤلاء بشكل كبير جدا، تغطي لهم عجز المال في الاقتصاد، بالتالي لا توجد انهيارات اقتصادية. إن حدث هناك انهيار اقتصادي سنجد هذا الشارع يتحرك بشكل كبير جدا. من هم محترمون أو لديهم بعض الأخلاق في هذا الشارع الإسرائيلي قليلون، مثل طبعا جدعو الليفي والذي يكتب بصراحة ضد الاحتلال في حربه على غزة، ولكن هذه الأصوات لازالت محدودة وقليلة للضغط على نتنياهو وحكومته، خاصة بعد أن قتل بدم بارد أكثر من 20 من أسرى في لدى المقاومة. نعم دكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل، شكرا جزيلا لك. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. انخرطت الدولة المصرية في جهود صادقة ومكثفة للحيلولة دون تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتزامنت تلك المساعي المخلصة مع اتصالات واجتماعات مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة وزعماء العالم لبحث وقف العدوان وضمان وصول المساعدات. منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة العدوان الإسرائيلي على غزة، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، حيث تم تشكيل خلية إدارة أزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية للوقوف على تطورات الأزمة تحت إشراف الرئيس السيسي شخصيا، وحرصا منها على حقن دماء الفلسطينيين. انخرطت الدولة المصرية في جهود صادقة ومكثفة للحيلولة دون تصعيد العدوان. واستضافت القاهرة أول قمة حول الأزمة في أكتوبر الماضي بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة.
كما شاركت مصر بفاعلية وحيوية في القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض أواخر نوفمبر الماضي، والتي اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري المندد بالعدوان والرافض لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوى أخرى، وينبغي وقفها على الفور. تزامنت تلك المساعي المخلصة للدولة المصرية مع اتصالات واجتماعات مكثفة للرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم لبحث وقف العدوان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء. وفي ترجمة عملية لمخرجات قمة الرياض، شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجولات التي أجرتها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية للدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن من أجل وقف الحرب على قطاع غزة. لم يتوقف الأمر هنا، فقد حرصت مصر على المشاركة بفاعلية في الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدت رفضها الكامل لأي نوايا أو خطط تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع هذه الممارسات. وقد تكللت الجهود المصرية بالتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة أواخر نوفمبر الماضي بعد اتصالات مكثفة قادتها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، تضمنت الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين في قطاع غزة، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية حالت دون تمديدها. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الساعة من التغطية عبر شاشتنا لمتابعة كافة التطورات في قطاع غزة. كنت مع حضراتكم خلال هذه الساعة أنا هشام عبد التواب، وعلى رأس الساعة نشرة لأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.